السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي السورة التي نزلت على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ هي سورة ياسين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نعيش في أجواء ربانية إيمانية مع هذه السورة المباركة، وما فيها من أسرار، وما فيها من بركات، وما فيها من خيرات. فيها أشياء غريبة جدا هذه السورة العظيمة المباركة. يكفي في فضلها أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. فكل شيء له قلبا، أي شيء، أي مخلوق من المخلوقات إلا وله قلب. والقرآن العظيم له أيضا قلب. ما هو قلب القرآن؟ هي سورة ياسين. ولهذا نجد الكثير من الصالحين في أي تجمع يبدأون بسورة ياسين. لماذا؟ لعلاج القلوب. وأهم عضو في الجسد البشري هو القلب. إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. فكان الصالحون يعطون توجيها وإرشاد أن لكل من كان عنده أزمة قلبية، عنده مرض في القلب في الأوردة، أو عنده عصيان في القلب، أو عنده ضمور في القلب، أو سواد في القلب، أو عنده حب للشهوات، أو تسيطر عليه الشبهات، ما هو علاجه؟ لا تبحث بعيدا عن علاج أمراض القلوب، التمسها في القرآن الكريم، خصوصا في سورة ياسين. إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، بقراءتها تشفى القلوب وتصلح القلوب. وذكر فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، إنها تساوي 10 مرات قل هو الله أحد، تعدلوا ثلث القرآن. لكي تختم القرآن مرة واحدة تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. لكن ياسين هذه السورة المباركة من قرأها كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات في الفضل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل هذه السورة هي فيها باب من أبواب المغفرة والرضوان. فكان يوصي صحابته ويوصي أمته فيقول: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. اقرأها ابتغاء لوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكور من أحد سوى وجه الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذه السورة فيها من الخيرات والبركات، يقال بأنها سورة مباركة لا تقرأ على عسير إلا جاء اليسر من الله تعالى. ومعلوم عند الجميع أن سورة ياسين يستأنس بها عند خروج روح الميت، أملا بتنزل الرحمة وسهولة خروج روحه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوه على موتاكم تيسر خروج روح الميت. وفيها خيرات كثيرة جدا، أنها تقرب ما بين العبد وربه.
كل ما قرأها العبد صار قريبا من ربه. ومن فضائلها حب الله جل علاه لقارئها، من قرأها أحبه الله تعالى، ومن أحبه الله جعل له من كل ضيق فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر العلماء والصالحون أن من قرأ سورة ياسين بنية الشفاء من الأمراض المختلفة شفاه الله، وخصوصا ما يتعلق بفك السحر ومرضى الصرع والجنون، لأن في بعض آياتها رقية شرعية قوية للمرضى. هذه السورة المباركة فيها أسرار روحانية، حتى أن الإنسان إذا خشي من صاحب سلطان وخشي أن يلقى عليه القبض، فما عليه إلا أن يقرأ الآية التاسعة من سورة ياسين، فيها جلال من جلال الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لها آثار عجيبة في صرف أنظار من أراد كيدا بالإنسان، إنها تغشي عيون الأعداء وتصم آذانهم حفظا على سلامة العبد المؤمن. هذه السورة فيها أيضا أسباب كثيرة لجلب الرزق، حتى قيل بأن من كان يعاني من الفقر أو تراكمت عليه الديون وكان عنده قلة اليد ورأى بأن رزقه قليل، أوصاه العلماء والصالحون بقراءة سورة ياسين والواقعة بعد صلاة المغرب. تقرأ ياسين والواقعة، ثم بعد ذلك تقول في الدعاء المأثور الثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، نعم المولى ونعم النصير، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي في بني آدم فسخره لي، إن كان قريبا فعجله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه بفضلك وكرمك، وأنت على كل شيء قدير. فقد ذكر الصالحون بالتجريب أن كل من كان يشعر بالفقر وكان عنده ديون يقرأ سورة ياسين والواقع بعد المغرب ويردد هذا الدعاء المأثور، فإن الله تعالى يأتيه بالرزق من حيث لا يدري ويرزقه من حيث لا يحتسب، طبعا مع استحضار النية وقوة اليقين والتوكل على الله. وأيضا إذا كان الإنسان لا قدر الله كان مسجون وأردنا أن نفك أسر المسجون، نبحثنه عن الخلاص، فإن من قرأت سورة ياسين ويكثر من الدعاء خلفها بأن يفك الله إسر المسجون، فإن الله يفك الأسر، يجعل له سبب من هنا أو هناك. بعد قراءة ياسين يقول: سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المخلص لكل مسجون، ويبقى هكذا بالتسبيح لله سبحانه وتعالى إلى أن يقول في الختام: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإن الله تعالى يقدر لمن كان مسجون في القريب العاجل، يقدر له جل علاه الفرج ويفك أسره. أسرار كثيرة وبركات متعددة في سورة ياسين، وأدعوكم أيها الأحباب الكرام أن نقوم بهذه العبادة، عبادة التأمل والتدبر في كلام الله، فيها أجر وثواب عظيم زائد الفائدة العلمية. تعالوا بنا نقرأ سورة ياسين ونتدبر ما فيها من معاني وما فيها من أحكام وحكم وما فيها من أسرار ربانية. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم،
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. السورة طويلة نسبيا وسوف نأخذ كل حصة جزءا من السورة نتأمل فيه ونتدبر. فتعالوا أيها الأحباب الكرام نرى ما المقصود بهذه السورة. السورة فيها موضوعات رئيسية، هي سورة مكية نزلت على قلب النبي الأمين وهو في مكة وكان يستعد للهجرة، لأن في هذه المرحلة النبي الكريم واجه صعوبات كثيرة. مشركي قريش كانوا ينعتونه بالساحر وبالكاهن وبالمجنون، ويعتقدون بأن محمد اختلق دين جديد وجاء بآراء جديدة أساطير الأولين يروجها، وأنه لما نزلت عليه سورة الجن قال إنه يستخدم الجن ويستعين بهم. فكان النبي الكريم يواجه صعوبة كبيرة من هجوم كفار قريش، وكما ذكرنا في الحصة السابقة أنه فكر في الهجرة إلى الطائف، لكنهم سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة. في هذه المرحلة بدأ النبي الكريم يفكر في الهجرة إلى المدينة المنورة، ما دام أن الحياة صارت شاقة عنده في مكة المكرمة وأن المشركين قلوبهم صلدة، رغم أنه قضى معهم سنوات طوال يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يلين قلوبهم عسى أن يؤمنوا بهذا القرآن ويؤمنوا بهذا الدين الجديد، ولكن يبدو أن الله تعالى قد طبع على قلوب الكثير منهم فلم يعد هناك أمل. ما دام لم يعد هناك أمل جاء الأمر الإلهي، يا محمد اترك هذا القوم واترك مكة المكرمة واستعد للهجرة، أن تغادر هذا البلد. فهنا في هذه الأجواء ستنزل سورة ياسين، وكان الصحابة رضي الله عنهم من المستضعفين يمرون بظروف نفسية قاهرة، يشعرون بالضعف ويشعرون بالحصار. كان هناك حصار اقتصادي وحصار اجتماعي مورس عليهم، وإبليس أيضا يساعد المشركين في المؤامرات. هنا ستنزل هذه السورة أولا لكي تثبت قلوب المؤمنين والمؤمنات، ولكي تؤكد صدق رسالة النبي الكريم، ولكي تبين بأن الإسلام قوي بقرآنه الحكيم، لأن قوة الإسلام في القرآن الذي هو كلام الله رب العالمين. في الافتتاحية قال جل جلاله ياسين، يا سين، هما حرفين اثنين، ما معناهما؟ بعض العلماء قالوا المعنى يا أيها الإنسان، وكأن الله تعالى يخاطب الإنسان، يا سين يا أيها الإنسان، قالوا هكذا في لغة الحبشية. وقال بعض العلماء لا، هذا الاسم ياسين هو اسم من أسماء الله الحسنى الخفية، بل قالوا لا، بل هو اسم من أسماء النبي المصطفى طه صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يبدو أن كلمة ياسين هو من الحروف المقطعة التي ابتدت بها السور،
والغاية أن القرآن العظيم المعجز صيغة من جنس الحروف المقطعة، فهي عند الناس كلهم يعرفونها 27 حرفا، هي ميسرة عندهم، لكن هل يستطيعون أن ينظموا كلاما مثل القرآن؟ أبدا. هل يستطيعون أن يقولوا كلام في نسقه التعبيري ونسقه التفكيري وفق القرآن؟ أبدا. فالله تعالى يقول رغم أن يا سين حروف عربية بها ركب القرآن، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثله. لهذا قال ربنا عز وجل يا سين والقرآن الحكيم، إنه يصف القرآن بالحكمة. فالقرآن العظيم ليس أي كلام، ليس كأي كتاب، لأن كل ممكن أن أي إنسان يكون عنده كتاب، هناك فلاسفة، هناك مفكرون، هناك اقتصاديون وقانونيون عندهم كتب، لكنه كتاب يحتمل الصدق والكذب ويحتمل الخطأ والصواب، وسرعان ما يبدل ويغير ويصبح نظرية متجاوزة. أما القرآن الكريم فإنه فوق الزمن وفوق المكان وقابل وموافق لسائر الأعصر والأقوام، إنه حكيم هذا القرآن، محكم لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فهذا الكلام هو قسم، الله تعالى يقسم. بماذا يقسم؟ بالقرآن، بكلامه، والقرآن الحكيم، إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم. هنا يثبت نفسية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مشركي قريش قد نظموا هجمات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنك كذاب، وأنك ساحر، وأنك مجنون، وأنك شاعر. هنا سوف يقول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. جميع الاتهامات مورست على النبي الكريم حتى صار في صدره حرج، وصحابته عندهم حرج. فجاء القرآن الكريم يقسم باليمين المغلظ، ربنا أقسم بكتابه ياسين والقرآن الحكيم. ما هو القسم؟ يا محمد إنك لمن المرسلين، إنك رسول من رسل الله، وأنت على صراط مستقيم، بمعنى على منهج ودين قويم وعلى شرع نوراني. وربنا ليس في حاجة إلى القسم لكي نكذبه، إلا أن الله تعالى جعل هذا القسم من باب إجلال القرآن الكريم، إجلالا له وتعظيما له. فخلع على القرآن المقسم به عظمة وإجلالا. ثم ربنا عز وجل بدأ يعرف بنفسه من هو الله، تعريف لله. أما ذا قال تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم، هذا تعريف للذات الإلهية جل جلاله. الله تعالى هو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد، وهو الرحيم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل ولا يريد بهم إلا الرحمة سبحانه وتعالى. ثم بين الحكمة من التنزيل، لماذا ربنا أنزل القرآن؟ أنزله من أجل الإنذار والتبليغ، هناك إنذار في هذا الكتاب. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني العرب، العرب هم الأمة الذين لم يكن عندهم من قبل أنبياء، وإلا فإن اليهود كان فيهم مجموعة من الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل. حتى النصارى كان فيهم سيدنا عيسى بن مريم والحواريين. العرب لم يكن عندهم نبي إلى ذلك الزمان، باستثناء أبيهم إبراهيم الخليل الذي هو أبو الأنبياء وإمام المرسلين، شيخ الأنبياء. فهذه الآية تمسك بها بعض النصارى وتمسك بها بعض اليهود، وقالوا بأن الدعوة الإسلامية هي موجهة للعرب فقط، لهذا ينبغي أن تبقى محاصرة في الشرق الأوسط حيث العرب. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني العرب. ولكن هذا الكلام واضح البطلان، لأن الآيات الدالة
على عالمية الدعوة الإسلامية كثيرة في كتابه العزيز، من بينها قوله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس يعني المسلمون واليهود والنصارى والبوذيون والهندوس والزرادشتيون والمانويون والمزدقيون والبرهميون والصابئة وغيرهم من الأديان كلها وكل النحل وحتى الملاحدة، كلهم ينطبق عليهم اسم الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالدعوة الإسلامية هي عالمية لكل البشر في كل زمان وكل مكان إلى قيام الساعة، وسر قوتها في القرآن العظيم الذي هو لا يتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فلما قال سبحانه: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يتحدث عن الغفلة، هي أشد ما يفسد القلوب. الكثير الذين يبدون المعارضة للأديان وخصوصا للإسلام عندهم غفلة، القلب من أخطر أمراضه أن يكون غافل، وإذا صار غافلا صار معطلا عن وظيفته، لأن وظيفة القلب هي الالتقاط والتأثر والاستجابة، لكنه إذا صار معطلا قد تمر به دلائل الهدى دون أن يحس بها أو يدركها. لهذا قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، يعني يا محمد أكثر العرب في زمانك في مكة المكرمة ها أكثرهم لا يؤمنون، إنهم لن يؤمنوا أبدا، وكأن الله تعالى قد أوجب عليهم العذاب لأنه أمهلهم وأعطاهم الكثير من الأدلة والكثير من البراهين لكنهم يرفضون، وكأن الله تعالى طبع على القلوب فهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم ربنا جعل عليهم القدر المحتوم وهو الشقاء الأبدي، فالله سبحانه وتعالى جعل في عنقهم غل، والأغلال هي القيود التي توضع في الأعناق، وإذا وضعت في الأعناق صار الإنسان مقحما، لهذا قال فهم مقمحون. مقمحون أي رافعين رأسهم وعندهم الكبرياء، لكنهم قد طبع على قلوبهم، فالغل يكون أصلا في اليد والعنق، لكن لما قال في أعناقهم دلالة على أنهم صاروا حال ميؤوس منها. أغلق الله الأبواب، أبواب الهداية في قلوبهم، ومنع نهائيا كونهم أنهم سوف يهتدون. ثم قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هؤلاء القوم لن يبصروا أبدا، لقد وضع الله تعالى من بين أيديهم سدا، إضافة للأغلال في الأعناق والأيادي هناك السد، سد على الأبصار، فالبصر لا يرى أي شيء. وقد مثلت هذه الآيات لحظة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للهجرة، وكان أبو جهل وهو من كبراء المشركين كان يحرض أهل مكة وهم جلوس في ناديهم، يقول لهم: يا أهل مكة، إن محمدا يزعم أنكم إن تبعتموه كنتم ملوكا في الأرض، إن تبعتم دعوته صارت لكم الرئاسة وصرتم ملوكا في الأرض، ويعدكم إن متتم بعدتم بعد موتكم وكانت لكم جنات خيرا من جنان الأردن، وأنكم إن خلفتموه كان لكم منه الذبح، ثم بعدتم بعد موتكم وكانت لكم النار تعذبون فيها. ها ها ها، كان يسخر بهذه الكلمات ويقول: ما هذا العرض الذي يقدمه محمد؟ ومن ثم جمع عدد كبير من مشركي قريش لكي يقضوا على سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم، وفي يد كل منهم سيفا مسموما ليضربه ضربة واحدة، لكن النبي الكريم سوف ينطلق لحاجته، وكانوا على بابه مرصودين، فوضع التراب على رؤوسهم حينما خرج، كان يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الواقعة وقعت ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة، وإلا فإن هذه الآية هي تعم وصفا كاملا للمشركين، أن الله تعالى طبع على قلوبهم، فقد جعل في أعناقهم الأغلال وجعل في أبصارهم الغشاوة، إلى أن قال: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انتهى. يا محمد، علاقتك مع مشرك مكة انتهت، لقد أعطاهم الله الفرصة لمدة 10 سنوات بالتمام والكمال، 10 سنوات وأنت تهديهم الطريق المستقيم، بل أكثر، وزاد أكثر من 10 سنوات وهم يرفضون. إذن وقدمت لهم الأدلة والبراهين، وقصصت عليهم قصص الأنبياء والمرسلين، وكل الجهود قمت بها، وربنا يسر، ومع ذلك هم متعنتون. انتهى الأمر. حكم إلهي صارم. هؤلاء القوم طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي انتهى، ختم الله عليهم بالضلالة، فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به، لأن الذكر إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يتذكر كلام الله تعالى وما فيه من أدلة وبراهين وإشارات، وخشي الرحمن بالغيب، فالذي يتذكر هو الذي عنده خشية من الله وخشية الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، أي أجر كبير جدا. هذه بشارة عظيمة للمؤمنين. المؤمن ربنا عز وجل بشره بأنه كلما سمع القرآن يتذكر وتحصل له الخشية ويتضرع إلى مولاه، هناك بشارة عظيمة، بشره بمغفرة وأجر كريم. كل مؤمن يسمع كلام الله يتأثر به فاز ورب الكعبة، له البشارة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالمغفرة غفر الله له، وفي الآخرة بالأجر الكريم أي الكبير الواسع والحسن والجميل. ثم قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب كل عمل. الموتى يظنون بأنهم إذا مات الإنسان انتهى عمله، لا، الله تعالى يقول بأن الموت هو بداية حياة أخرى. إن نحن نحيي الموتى. العرب المشركون كان عندهم فكر أن الميت إذا مات لا يحيى من جديد. القرآن الكريم جاء بعقيدة جديدة يقول: لا، الميت إذا مات سوف يحيى من جديد. فاستبعدوا قضية إحياء الموتى. وسورة ياسين في فصولها المتعددة كما سنرى إن شاء الله في الحلقات المقبلة كلها تتحدث على غرس عقيدة البعث والنشور. إنا نحن نحيي الموتى، وربنا يذكر بأنه ليس فقط إحياء للموتى، بل يكتب ما قدموا، كل الأعمال التي قام بها الموتى، أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم. ما هي الآثار؟ الآثار هي ما تبقى بعدهم، يعني إنجازاتهم، لأن العمل قد تقوم به الآن وينتهي، لكن هناك عمل قد يبقى مدة طويلة، إن خير فخير وإن شر فشر. مثلا إنسان بنى مدرسة وبقيت مدرسة خلفه عهود كثيرة، مئات السنين، فالذي بنى المدرسة كل ما فيه من خير وآثارها ومن انتفع بذلك العلم سوف يكتب لمن كان سببا في بناء المدرسة، وأيضا من بنى مسجد، كل من صلى وركع وسجد والمسجد بقي مئات سنين، 300-400 سنة،
كل من ركع وسجد وكل ما تلي من القرآن ومن الذكر الحكيم كان لصاحب العمل الأجر والثواب. من بنى مستشفى يمرض فيها الناس ويطببون ويبقى سنين طويلة، وقس على ذلك أي عمل، أي إنجاز، أنشأ قناة فضائية، أنشأ مذياع، أنشأ دروس، أنشأ موقع إلكتروني على الإنترنت، ووضع فيه معلومات فيها فائدة، فيها منفعة للناس، فهذا يجازى عن العمل وعن الآثار وآثارهم. يعني كل من استفاد من ذلك العمل لك الأجر والثواب، والعكس بالعكس والعكس صحيح، لأن من قام بعمل وكان فيه فساد، أنشأ مثلا ملهى ليلي فيه رقص ومجون ودعارة وشرب خمر ومات، لكن ما دام ذلك الملهى شغال فالإثم والسخط يلحق بصاحبه. وقس على ذلك أي عمل فيه شر وفيه سوء، يبقى العمل والآثار التي بعده. وهذا مثل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. فالإنسان عليه أن ينتبه، الإنسان عليه أن لا يغفل، الغافلون لا ينتبهون إلى مثل هذه القضايا. فربنا يحيي الموتى ويكتب ما قدموا وآثارهم. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالناس يظنون بأن أعمالهم رهينة بحياتهم، لا، الأعمال تبقى حتى بعد موتك تبقى شغالة. فاحرص على أن تقوم بعمل فيه خير، مثلا من قام بزرع شجرة فيها ثمرة هو يموت، وكل من انتفع بالشجرة وثمارها له الأجر والثواب. لكن من حفر حفرة لأخيه يقع فيها منكبة، فكل من وقع في تلك الحفرة فإن اللوم والعتاب يعود لمن قام بحفرها، وهكذا دواليك، إلى أن قال تعالى في الختام: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني انتبهوا أيها المخلوقات، أي الكائنات، كل ما تقومون به إنه مكتوب في كتاب مسطور، كتاب مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب، لأن الله يوم القيامة سوف يخرج لكل واحد منا كتاب طائره في عنقه يكون معلق على الصدر، هو كتاب صغير، كتاب مرقوم، مرقوم يعني رقمي، نيميريك. هذا من دلائل الإعجاز في النبوة، دلائل الإعجاز، أنه العرب لم تكن تعرف أن هناك كتب رقمية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.